أهلا بكم في جولة جديدة من الصحافة العالمية اليوم الخميس 5 سبتمبر، نستعرض فيها أهم عناوين الصحف والميديا العالمية. لوفي جاو، أوباما وبوتين، الحرب الباردة الجديدة. الإندبندنت، في الميزان، أوباما وبوتين بين المواجهة والتعاون المشترك. لاكرو، سوريا تضع قمة مجموعة 20 تحت الضغط. ليبراسيون، ضرب سوريا، أوباما وأولاند وحدهما ضد الجميع. التايم، أوباما يدعو العالم لمحاربة وحشية سوريا. النيويورك تايمز، أوباما يواجه عقبات في داخل حزبه بشأن الملف السوري. وأخيرا القدس العربي، واشنطن تتوعد بتقليص كبير لقدرات الأسد العسكرية. تركيا تحرك قواتها ودمشق تهدد بحرب عالمية ثالثة، بينما الاستخبارات الفرنسية تؤكد أن النظام السوري يملك أطنانا من غاز السارين. شكرا لمتابعتكم.